يا روح قلبي من جوه. ايه يا حبيبي شو بدك؟ ممكن يا روح قلبي من جوه يا عمري يا احسن ست في الدنيا تعملي لي كوبايه قهوه بدل المعفنه اللي انا عملتها لنفسي دي؟ كوبايه قهوه بس؟ اكيد من عيوني. كم ملعقه سكر بدك بالقهوه؟ 5 معالق عشان تبقى مسكره وعسل زيك كده يا جميل. ايه كوبايه القهوه المعفنه دي؟ انت يا ولية جربانه. هي مين الجربانه دي يا راجل؟ انت يا معفن. ايوه انت جربانه. ايوه جربانه عشان رضيت فيك واتجوزتك. ايه القهوه المعفنه اللي انت عاملاها لي دي؟ انت مش عارفه ان انا بحب اشرب القهوه بمعلقه سكر واحده؟ حاطه لي 5 معالق سكر. ده اللي موجود. عاجبك اطبخ، مش عاجبك ما تشربش. يا ريتني ما اتجوزتك. عارفه لو انا ما اتجوزتكيش كان زماني بجري مع 5 بنات لوحدي، مش عارفين بنجري فين بس بنجري. ده انا كنت سندريلا زماني، جميله جميلات الارض، وانا رضيت فيك عشان امي قنعتني تبقى تحمد ربك صبح وليل على وجودي. خلاص انا هعمل قهوه لنفسي. كاتك القرف في عيشتك واليوم اللي شفتك فيه واللي اتجوزتك فيه واليوم. انت هتسكت ولا انفجر؟ اتفو عليك وعلى ملكين. حبيبي حبيبي. او ماي جاد او ماي جاد. ايه يا حب قلبي من جوه؟ انت كويسه؟ ايه اللي حصل؟ حرقت صباعي. او ماي جاد كتير بيوجع. يا نهار اسود. طب اجيب لك طيب فيتامين ولا بيتادين ولا اعالجك ازاي؟ فيك تاخدني على المشفى؟ ما بدي يتشوخ صباعي. على المستشفى يا حبيبتي. روحي. طب على مهلك، على مهلك يا حبيبتي، اهدي على مهلك، نروح ام المستشفى. يا نهار ابيض، الحقني يا راجل. خير؟ في ايه تاني؟ انا حامل تاني. يا نهار اسود ومنيل، هو انا في حن ال3 عيال اللي موجودين عشان تجيبي لي عيل رابع؟ ده بدل ما تفرح يا اخي، حرام عليك، دي نعمه. انا هاخدكم كده كلكم على بعض واطردكم بره البيت، انا لازم اعيش لوحدي. نضطرب؟ اسمعي انا هطلقك وتاخدي العيال دي كلها وتروحي تقعدي مع امك. طب طلقني لو تقدر. باي باي. طلقني طلقني. ده انت اللي هتطرد يا روح امك. حبيبي حبيبي حبيبي. يا حب قلبي من جوه. اختار الجزمه البيضه ولا الرمادي؟ يعني انت بتصحيني يا روح قلبي من جوه عشان تساليني البس الجزمه البيضه ولا الرمادي؟ ايه العظمه دي؟ طبعا تلبسي البيضه يا حبيبه قلبي. بس انا حاسه ان الرمادي احلى. خلاص يا حبيبتي تلبسي الرمادي. بس كمان البيضه حلوه. يبقى خلاص تختاري الجزمه اللي لونها ابيض. تصبحي على خير يا حب قلبي من جوه. انا بموت. انت يا راجل. يا ايه؟ يلا يلا روحي يا ست. انت من هنا. يلا يلا يا ست. انت امشي. انت قوم بالله عليك تاخدني على الدكتور، انا بموت. رايح كل لك شويه وحشه وتبقى كويسه. بكرش وما عندهوش حس المسؤوليه. يلا تو امشي عليك وعلى شكلك وعلى ابو اللي جابوكي. حبيبي روح قلب حبيبك من جوه. انا كنت عم بطلع على موقع جوتشي، نزلوا شنطه جديده بتشنن بتشنن. مفيش اي حاجه تغلى عليك يا روح قلب عمري اللي جابته من جوه. $1000 بس. ده انا لسه قابض $1000 حالا من الشغل يا حبيبتي. مفيش مشكله ناخدها ونجيب لك بيها اللي نفسك فيه. او ماي جاد، انا عن جد كتير محظوظه فيك. بقول لك ايه؟ خلصي. انا عايزه اشتري حاجات. ايه؟ عايزه اشتري تياب جديده. مش مهم. مش مهم ايه؟ مفيش فلوس. انت مش عايزني اطلع مزة زي النسوان الحلوة دي اللي بتتفرج عليها في التلفزيون؟ خلاص. عايزة كام يعني؟ 500 جنيه. معايا جنيه ونص. حلوين؟ انت ما بتحسش؟ انت ما بتحسش فيا؟ ما بتقولش لي عندي مرات مثل الستات؟ ما بتقولش انا محتاجة حاجات؟ ما بتقولش محتاجة تيام؟ ما بتقولش بتشوف حاجة وبتحبها؟ هو انت بتجعري كده ليه يا ولية؟ انا هروح اخرج مع صحابي. هبلة عشان اتجوزتك. هبلة عشان رضيت فيك. هبلة علشان انا رضيت بواحد زيك. ايه يا حبايب قلبي من جوه، اهلا بيكم في فيديو. ايه يا حب قلبي من جوه؟ مش حاسس اني تخنانه حبتين شويه؟ ده انت وزنك هو الوزن المثالي لاي امراه تتمناه. كنت بفكر اروح الجيم او احكي سيشن يوجا مع اصحابي عشان اخسر ال2 كيلو اللي انا زايداهم. ايه رايك؟ بلا جيم بلا يوجا، انت مش محتاجه الحاجات دي لانك اجمل ست في الدنيا. اوه ثانك يو.
اهلا بيكم في فيديو جديد يا ناس يا اللي متنكد عليكم عيشتكم بالجواز زي الا بقول لك ايه يا وليا، انت مش حاسه انك تخنانه شويه؟ انت مش شايف الكرش بتاعك ولا ايه؟ ده الكرش ده بالنسبه للراجل عزوه، دي العزوه هنا، الفلوس اللي صرفتها على الجواز طول السنين اللي فاتت موجوده في الكرش ده. عزوتي يا ابو عزوه، هو انتوا الرجاله ليه دائما كده؟ ليه دائما بتفكروا فينا كده؟ ده انا سبت مستقله وب100 راجل زيك يا ابو كرش. ما تحدفيش حاجات يا وليا. طب خد. يا نهار اسود. كرش يا راجل يا اهدي يا وليا اهدي مش كده. لا 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 اهدي يا وليا مش كده. بيسي بيسي في الجواز. متى على ايد حبيبته. So guys هاد كان الفيديو لليوم، بتمنى عشان عجبكم وحبيتوه، اذا حبيتوه لا تنسوا اللايك كتير كبيرة، خلينا نوصله 250,000 لايك. وكمان روحوا على قناة شادي، عملنا فيديو بقناته بيطير العقل، عنجد لازم تشوفوه. قناة شادي رح احط لكم اياها باول صندوق الوصف، روحوا واشتركوا عنده بالقناة وحطوا له قلوب ومحبة، لانه عنجد فيديوهاته كتير بتجنن وما بتصدقوا قديه بيتعب على الفيديوهات. يعني انا كتير تعلمت منك اليوم شادي. ما بعرف شو كان عم يعمل. انا اتبسطت جدا النهارده ان انا اشتغلت مع نور ستارز، اقوى يوتيوبر في الميدل ايست. بجد انا سعيد جدا ان انا اتعرفت عليكم كلكم النهارده. وتعالوا خشوا على القناه بتاعتي علشان تبقوا من جمهوريه شادي. سرور. وحطوا له لايك كمان وشوف الفيديو. المهم سو جايز انا نور، بحبكم خيرات الله، وبشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي. ممكن توقف يعني؟ ليه عم بتحسسني انه لهالدرجه انا قصيره؟ جايز شو عامل؟ عامل هيك برج؟ لا لا ارجع. لا لا بليز بليز يعني.